هذا العنوان الطريق إلى الجنة يتكرر كثيرا، لأن أعظم الفوز أن يدخل العبد جنة الله تعالى وأن يتلعم بنعيمها وأن يتلذذ بلذاتها، وأعظم هذه اللذات لذة النظر إلى وجه الله تعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الزول يا جماعة في الدنيا دي بيبتلى بالأمراض، بالفقر، يبتلى بموت الأقارب والأحباب، يبتلى بالضيق، يبتلى بالهموم، بالغموم، بغير ذلك من أنواع البلاء. لكن العبد المؤمن إذا جاءه الموت فإنه يبشر بالخير. لذلك قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، لآخر الآيات. والزول يا جماعة لما الله يرحمه سبحانه وتعالى في الموت وبعد الموت وبعدين في القبر وبعدين يوم القيامة وبعدين الله يدخله برحمته وفضله سبحانه وتعالى الجنة، الجنة دي فيها أصناف النعيم والملذات كما ذكرنا. طعام أهل الجنة ذكره الله في القرآن، ذكر شرابهم، ذكر لباسهم، ذكر أنهار الجنة، ذكر الظلال، ذكر الثمار، ذكر الذين يجالسونهم من الأنبياء والرسل والأخيار، ذكر الفرش، ذكر الأزواج الحور العين. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. أشيل التدار من الفاكهة تختار. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. في مرة في الدنيا كأمثال اللؤلؤ المكنون؟ مغبشات والركشة مالها غبار وبلاوي وضاربة بوماستيك وبأستيك. قبل ساعتين ولا ثلاثة لقيت بيتين جنب القسم، واحدة قالت ماشى أطلع تصديق لحفلة، بيني غابة، تروا النغاب ده طلص ساي سواه من الشمس. والله ما سوى دين لله تعالى، هو دين لكن ما سوى دين لله تعالى، ومن الشمس شقيلة سوى لا بلاوي عليم ربا ماشى تصديق بتاع حفلة، دارت غني وبلبلة يا غدلينا دي يا أخي، نسأل الله العافية إلا من رحم الله، تزوج بالحلال إلا من رحم الله تعالى. وعادات تغيات ومحترمات ومؤدبات وزهادات، لكن دي كتار منين بالحلال شفتها تدعي بك عم يجيب لنا ستائر ويجيب لنا يا مرة ستائر بتاع شنو وبيتجار ستائر بتاع شنو ويجيب لنا دستة وكذا وبيجاي وإلى آخره ومشاكل وعشاء وفطور وغدا وحاجات كثيرة جدا وتعب في النهاية، وتجد صر عليك من غير أي سبب في السوق ساوي مشاكل وفي البيت تسوي لك مشكلة،
وحاجات كثيرة وتعب وقوالات وتحاريش إلا من رحم الله تعالى. وقدر ما تمشي للآخرة يجرك للدنيا، تجرك للدنيا. هنا قال لك وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لؤلؤ مكنون يعني محفوظ مصون. هناك في الآيات الثانية قال وعندهم قاصرات الطرف عين، قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن. لكن تبراك بس كده، لكن نعيم عظيم جدا في الجنة يا ما زول بيخش الجنة دي كان في الدنيا تعبان وكان في أرض المحشر والوقفة، يجي يدخل الجنة يلقى الظلال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، سدر النبق لكن ما في وشوك، مخضود، وظل ممدود، الظل لما يبقى قدرك بيبدأ يسخن، أصغر منك بيبدأ يسخن، ده ظل ممدود كبير، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، مش شهر تسعة في شهر عشرة ما في، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء. الله لما ذكر الظل ذكر الموية وذكر الطعام وذكر الفرش جاب لك ذكر الأزواج، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. بكر في الدنيا دي، حديث حسن الألباني من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب ألسنة وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، عربا أبكارا، عرب المرأة العروب التي تحسن الكلام والتبعل لزوجها، تدي الكلام السمح والكلام الذي يرغبه فيها. وشابات وفي حسن وفي جمال لا مثيل له في الدنيا. شكاية مع المؤمن ده لو صبر، المؤمن ده لو صبر بيلقى النعيم، لكن يصبر كيف إذا الإيمان بيضعف والزول بيقع في المعاصي؟ يا هو بباري الشهوات كله، والإيمان قوى وعرف أن ما عند الله خير وأبقى كان غض بصره في الدنيا، ما كان خش في اليوتيوب يتفرج في البنات، ولا خش في النت يعاين للأفلام، ولا في الشوارع تلفت للبنات المتبرجات، ولا كان قلبه بيتلخبط، كان رمى قدام قدام. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل عسى ترانا بعد ذلك نسلم. سأل الله يرحمنا. ولذلك يا جماعة الإنسان يغي أنهار الله وصفها بأربعة، قال لك قسمها لأربعة، قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، موية صافية، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. دي في الدنيا لاقتك نهر بتاع لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ده اسمه النعيم الحسي والنعيم المعنوي. يعني حسيا كل النعم دي فيه، ومعنويا الذنوب اللي انت بتخاف منها الله غفرها لك، نظيف ما عندك شيء. ولذلك يا جماعة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يبشرهم بأربع بشارات ويعدهم بأربعة وعود، ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، موت مف، وإن لكم أن تصحوا
فلا تسقموا لا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الجنة دي لا فيها لغو كلام سيء، ولا فيها زول صار ليزول، ولا فيها ضيق في أي شيء. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجالس الأنبياء داود سليمان إبراهيم غير النبي عليه الصلاة والسلام، تشوفهم بعينك وجالسهم. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالعبد يحسن في هذه الحياة الدنيا ويعيش ويعمل العمل الصالح، يريد بذلك النجاة من عذاب الله والدخول في رحمة الله ليدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وأي واحد فينا جماعة يسأل نفسه سؤال، يسأل نفسه سؤالا: لماذا تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ تعايش لشنو؟ داير في الدنيا بس تأكل وتشرب وتتزوج، تبني، تركب عربية، وعندك قروش وخلاص بس، وعندك أولاد، وعندك منصب ومكانة بين الناس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن يا جماعة الزول الدائر الجنة وعايش عشان الله يرحمه ويدخل الجنة، فإنه لا يفرح بزيادة الدنيا ولا يحزن على نقصانها، لا يتألم كثيرا إن فارق البلاد في طلب العلم، وإن فارق الأهل والأحباب لا يتألم إن نقص منه شيء من أمر الدنيا من المال أو من المساكن أو من المآكل أو من الدعاء والراحة إلى غير ذلك. والذي يريد دخول الجنة فإنك تجده مجتهدا في طاعة الله، تجده دائم التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمل كتاب الله، فتلقاه في اليوم يقرأ 3 أجزاء 4 5 6. وأنا بعرف زول شغال في السوق ويمر عليه أيام يقرأ 9 أجزاء وشغال من الصباح للعصر، والله أعرفه بشخصي، 9 أجزاء. الموفق ما وفقه الله تعالى لطاعته. واحد تلقاه دائر الجنة، تلقاه بالليل يقوم يصلي، الناس نايمة. يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الزول يا جماعة تلقاه مجتهد في الطاعة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والله أنا الآية دي قدر ما أقرأ أجي أفكر فيها، بفكر في كلمة تتجافى دي. زول ده بينه وبين اللحاف بتاعه لحاف لين وبارد، والهمبريب ضارب، بكرة عنده شغل، يعني بكرة ما مأجز عنده شغل، والسرير ناعم والجو هادي، الليل هادي. قال لك بينه وبين اللحاف ده جفا، سوى جفا بينه وبين اللحاف ده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بيعملوا في شنو؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وفيما عنده، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلقى خايف، أي معصية تلقى يفر منها. ولمن خاف مقام ربه جنتان، تجده كثير التوبة واللوم لنفسه والمحاسبة،
ليه انا كدي وليه انا مقصر في كدي وليه وانا بتقدم 200 وانا ليه ما حفظت القران، ليه ما تعلمت، ليه ما بلغ الدين. طوالي بلوم نفسه، طوالي بتوب، طوالي براغب نفسه، ما بهمه الناس، مدحوه ذكروه اشتهر ما اشتهر، مش محل الناس عرفوه ما عرفوه، عظموه ما عظموه، ما بهمه. اللي بهمه انجو بعدين. ولذلك يا جماعه الزول يطلب الاخره، يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. اعظم طريق لدخول الجنه واعظم امر ولا سبيل للعبد لدخول الجنه الا به لنيل رحمه الله تعالى هو التوحيد. كذلك نحن نحب اخواننا الدعاة زي اخونا اللي كان بيتكلم الان، الله يحفظه ويسدد ويثبت ويثبت جميع الدعاة الى الله تعالى. تكلم في التوحيد، تكلم في العقيده، لانه ده الطريق للجنه. لو صليت الى ان ينكسر ظهرك وتصدقت بجميع المال وسهرت الليالي وصمت النهار وانت تشرك بالله، جنة حرام بالنسبة لك انت، حرام ممنوعة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عشان كذا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ما الموجبتان؟ ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، الله بيرحمه بدخله الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. عشان كذا ما تغش الأمة، درس تتكلم في الدين ما تغش الناس، تكلم في التوحيد ده طريق الجنة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الزول تكلم بالتوحيد وفي النهاية الله أكرمه. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، قال لهم تابعوا الرسل، ما قال لهم تابعوا المكاشفية، التجانية، قادرية، ختمية، كل طرق في النهاية مختلقة، جابوها جديدة زي جديدة. إياكم ومحدثات الأمور، اتبعوا المرسلين، ده الدرب العتيق وده الدرب المتين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما داير منكم أجرا، أنتم ما داير منكم عرضا من عرض الدنيا الزائل، مش يجيك به مخلايا، شايل له مخلايا وملانا باغات جوا وحجبات ومحايات ولاف في البلد ويبيع للناس في المسجد حجبات يبيعوها، القرآن كله بستين جنيه ولا خمسين جنيه، الكتاب بيشتروه في السوق وإن كان لا يباع بثمن ولا يقدر بثمن، كله خمسين ستين جنيه، ويديك حجاب قدر ده بستمية جنيه وستة مليون، دي حلوها كيف ذاته كلها واس يا أخي بتاع الحجبات دي، الناس عجيبين مرة واحد، وعلقوك بالأموات ويا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا مكاشي وكباشي وصايم ديمة والتوم والبنقة وما بعرف وعويس وتيس وكله كله في النهاية علقوك ببشر. أنا نادي لي بشر يا أخي، زول عنده أمعاء عنده كبد بياكل ويشرب ويمشي الحمام وينوم ويعطش ويجوع ويمرض، أناديه؟ ده أنادي له شنو؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عبد زيك. أنا عندي 99 اسم بدعو بها الله، أنت داير شنو؟ داير رزق اسمه الرزاق. ليه خليت الرزاق مشيت لي بتاع حجبات؟ ليه؟ والرزق عين منه؟ أي بتاع حجبات أمسكه قول لي الرزق عين منه؟ عندك أنت ولا عند الله؟ طوالي بقول لك عند الله. لو هو زول عنده عقل إن كان ملخبطيننا عنده عقل، الرزق عين منه بتاع الحجبات؟ عند الله.
طيب نطلب من منو؟ نطلب من الله. اذا حجابك ده وهم زاي، معناه شغل فاضي زاي. لو عندك الرزق انت ادينا حاجه للرزق، لكن الرزق عند الله، انت تدخلك شو؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما عليك انت، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. عليك الله زول، الله يقسم له وما يصدق، ده فيه خير؟ الله الخلق أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. من الأصدق من الله حديثا؟ الله يقسم لك سبحانه وتعالى، ولك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وتاني تمشي تطلب رزق من بتاع حجبات والليدة وكلهم بتاعنا الحجبات مفلسين، فاقد الشيء لا يعطيه. ما لقيت بتاع حجبات، انا غايته بعيني ما شفته، ما لقيته بتاع حجبات فاتح له مكيف وساوي له دكان بتاع قزاز، ترابيزه ظريفه وكرسي ظريف وخاتي فوق الترابيزه الظريفه ورود وفارج حجباته، كلهم بفرشوها في الرواكيب وطاقاون الشمس شت، صح ولا ما صح؟ مفلسين يا اخي، روح نطالع يا اخي، كان جات مطره كلهم بيتضايروا قاعدين في رواكيب. واحد عمك تلقى نضارته زي قعر الكوبايه، ما تعالج عينك دي، عالج عينك دي. كلهم يا اخي ينادون يا اخي، ذي المخلوقين يا اخي، نادي الخالق يا اخي سبحانه وتعالى، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لا تنادي شيخ، لا تنادي فكي، لا تنادي صاحب قبة، لا تنادي مجيد، ويعتمد عليه الله ونادي الله ويتوكل عليه الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، أنا آمنت إيمانا جازما. شفت أنا شخصيا والله يا جماعة عندي عقيدة جازمة إنه الصوفية ديل ما مصدقين الله سبحانه وتعالى، والله الكلام ده حار، لكن والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أنا على يقين جازم لا يعتريه الشك أن هؤلاء الصوفية وهؤلاء الذين يدعون الأموات ويقرؤون القرآن لا يصدقون الله سبحانه وتعالى، الله ما مصدق إنه، لأنه أنت مصدق الله. الله في القرآن قال لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، أنت بتقول شيخي بينفع، هل القرآن ده نوديه؟ الله قال لك ما لا ينفعك، أنت بتقول لا بينفع، مصدق كيف يعني؟ ولا يضرك، تقول لا بيتبين فيكم، كذا اللي يتبين فينا نحن، كذا اللي يتبين فينا، وكلهم يخوفوك بهم بس. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني؟ ابويا الشيخ بينفخك، وابويا الشيخ بغير فيك، وابويا الشيخ بكرفسك، كلهم بتاع مضره وكذب زي ما في شيخ يا كافي البلا اصله بيسوي له باسطه ولا حاجه سمحه، كلهم بتاع مضره بكرفسك وبينفخك. انت منشر تنفخ زي انت تنفخنا نحن المسلمين؟ كلهم عتودك بقلبوا لك حجر بس مضرة، اقلب الحجارة عتان، انت الحجارة ده اقلبها عتان وشيل لك عتوت، انت مالك مال عتان انا يا اخي؟ انت وكده بتقلب، ما تقلب لنا حاجة كعبة سواها سمحة بس، تعرف انت بدل تقلبني انا ولا تغير فيني ولا تعوج لي خشمي؟ ما بتقدر كده، اعوجه اعوجه ما بتقدر، لكن انت وكده عندك قدرة تتصرف في البشر يا اخي. من ناس موحدين ومحترمين بقيون دلاقين زيك صوفية بس، أقلبهم صوفية بس بدل تدعب انت التعب زي ده. قول له هو الساعه يا أخي، واحد سلفي بس واحد تلقاه يا دوب في سنة أولى أساس
ولا في ثانية ولا ثالثة أساس موحد واحد. إن جاء في المسجد تلقاهم أعمامك كبار الجامع ده كله ما ملاوزين إلا من الود الصغير ده. لك شفتها؟ لا لا بصلي على الحيطة بقرب على الحيطة وبس يعينوا له. والجامع اكتبوا فيه ممنوع الحديث. ممنوع الحديث في أي مسجد تلقى فيه ممنوع الحديث ما قصده ممنوع الحديث في التقوى ولا الصبر ولا صلاة الجنازة ولا الطهارة ولا الصلاة. ممنوع الحديث ذا الله واحد ما دارينا. شفت الله واحد ما دارينا. المؤذن ارفع صوته بأعلى صوته تلقاه ماسك الميكروفون الله أكبر لحد ما يجي أشهد أن لا إله إلا الله. تجي تشرح عليه أول زول كوركو. أنت ما قلت هذا قبل شوية ماذا نشرح عليك؟ لا إله إلا الله معناه شنو؟ معناه ما نعبد إلا الله. أيوة الدعاء عبادة ولا ما عبادة؟ الدعاء عبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال الدعاء هو العبادة في سنن الترمذي من رواية النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه. الدعاء ده عبادة ما بتقدر تغالط فيها. الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن شنو؟ عن عبادتي. أيوة الصلاة عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. الزول اللي بيصلي لغير الله تعالى بيصلي لغير الله ده أشرك بالله ولا ما أشرك بالله؟ أشرك بالله. البيدعو غير الله أشرك بالله ولا ما أشرك؟ ليه يفرقوا بين الصلاة والدعاء؟ الزول هسي لو قال يا رسول الله اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت بيثبتوا ولا هم ثبتوا؟ قول لك ما تقول يا رسول الله اهدنا في من، قول اللهم اهدنا في من هديت. صح ولا ما صح؟ أيوة. لأنه دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الرسول قال لك ما تدعوني أنا ولا تدعو غيري، أدعو الله بس. في سنن الترمذي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هم زعلانين ساي جماعة دين زعلانين. واحد تلقى درويش زعلان ساي وللأسف ما بيزعل لي الله، ما بيغضب لله، بيغضب لشيخه بالباطل. ونحن ما نبزنا شيخه، هم مركز بس. قول له نادي الله، ما تنادي شيخك ده. يقول لك انتوا بتنبزوا ليه؟ يا اخي ده ما نبز، نادي الله ما تنادي الشيخ، النبز وين؟ نادي الله ما تنادي الشيخ. كذا قف في الجامع قول له نادي الله ما تنادي جبريل عليه السلام، بيلبت ساي. نادي الله ما تنادي ميكائيل بيكون بعين لك ساي. يقول لك ماشي شوية شوية. يقول له نادي الله ما تنادي إبراهيم عليه السلام. يقول لك كويس. نادي الله ما تنادي داود عليه السلام. نادي الله ما تنادي الصحابة، ما تنادي أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي عليا. يقول لك كويس. نادي الله ما تنادي البرعي. أوه يقول لك ما تجيب القوم. يا اخ معقوله يا اخي؟ انا دار اختم لانه والله عندي برامج ثانيه. الله يجزيك خير، خليني بس اتم كلامي ده واختم ان شاء الله. والله يحفظكم ويوفقكم. وانا والله طولت جدا طولت جدا، ما لقيت لي مسجد عجبني وريحني زي مسجدكم. والله طولت جدا. مساجد كثيره بنمشي عاينوا لنا من فوق لتحت، انتم بتعاينوا من ما شاء الله محلات معينه. لما تمشي مسجد وتلقى الشباب والكبار وغيرهم منشرحين للدعوه والتوحيد وتحس انه مركزين في الكلام وقابلين الدعوه، تحس انه دي الرجال نحسبهم والله حسيبهم بيحملوا الدعوه وينشروها بين الناس. زول مهموم تلقى في الركشات يبلغ، في عربات يبلغ، في المسجد في السوق. اخواننا ذي بفضل الله اي واحد فيهم مشى في محل ما بيقعد ساي، تلقى محله والفريق كله بعرفه. لك ده جه هاسي بشغله لهم كلهم لانه شغال دعوه. نسال الله التوفيق لكم جميعا. نسال يا جماعه تكون على العقيده الصحيحه. والله يدرب الجنه ما فيه شك، بس انت كيف تثبت حتى تلقى ربك على التوحيد. طوالي تتضرع لله، تلجا الى الله وتتوب وتستغفر، حافظ على الصلوات. جزاكم الله خيرا على حسن السماع وبارك الله فيكم.
وإن شاء الله الناس إذا مد الله في الأجال ووفق الناس تجي إن شاء الله وقت توسع، ولو في مجال للأسئلة لقدام الناس إن شاء الله تفتح فرصة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونشكر لكم جميعا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.